فيها آراء مفيدة، مفاهيم عديدة، دائما فكرة جديدة. على الهواء سولف معانا سولف معانا نلتقي ونحكي، نقضي فيها أسعد وأحلى الأوقات. يا محلى السوالف نلتقي فيها رباعة بأفكار ومعارف تظهر كل يوم ساعة. على الهوى سولف معانا. أينما كنتم مستمعينا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساكم بالخير والبركة، وحياكم الله في برنامجكم سولف معانا. سولف معنا برنامج يومي يأتيكم كل أو من الأحد إلى يوم الخميس من 1:05 إلى 2:00. نطرح موضوعات اجتماعية بطريقة سلسة وسهلة، ونتمنى مستمعينا كالعادة نستقبل اتصالاتكم، رسائلكم، تغريداتكم، عموما تفاعلكم مع موضوعاتنا المطروحة هنا في برنامج سولف معنا. أذكركم بفريق العمل في الإعداد والتقديم عايدة البلوشية، في المتابعة والتنسيق أنس سالم شيفري، في الإخراج معكم مستمعينا مروان السعيدي. يسمو في التاريخ الموطن، افتح صفحة مجدك واقرأ أبجد هوس حطي كلام. إلى كل طالب، إلى كل ولي أمر، إلى كل معلم، كل عام وانتم بألف خير. كل عام وأبنائنا بألف خير وصحة وعافية وتقدم وتألق، وإن شاء الله تكون مدارسهم واحة علم ومعرفة وترفيه، وأيضا فرصة لاكتساب وصناعة مهاراتهم وإبداعاتهم، وأيضا فرصة لممارسة هواياتهم. مستمعينا، اليوم موضوعنا حسب ما تم اقتراحه في الأسبوع الماضي من قبل المستمعين، اليوم إن شاء الله راح نطرح في حلقتنا مدى استعداد ولي الأمر لمتابعة ابنه في المدرسة، وماذا يعني له مجلس أولياء الأمور. الهدف من هذا الطرح تنمية الجانب العلمي لدى الطالب من خلال متابعة ولي الأمر لمستوى ابنه وسلوكياته في المدرسة، وأيضا تخفيف العبء على المعلم. أهم محاور مستمعينا نتكلم فيهم في حلقة اليوم: استطلاع مدى الاستعداد للمتابعة، كذلك أهمية هذه المتابعة من قبل ولي الأمر لابنه. أيضا عندنا محور مهم، هذا المحور يعتمد عليكم أنتم المستمعين والمشاركين معنا في حلقة اليوم، محورنا عن نصيحتك لمن لا يتابع ولا يسأل عن ابنه طوال العام الدراسي. إذن عزيزي المستمع، مدى استعدادك لمتابعة ابنك في المدرسة، وماذا يعني لك مجلس أولياء الأمور؟ نستقبل تغريداتكم على آل جنرال راديو. أرقام الهواتف مستمعينا ورسائل نصية عندك يا مروان. سولف معنا، سولف معنا.
نسعد بتواصلكم معنا على هواتف البرنامج عبر الرقم 24640234 24640234 أو 24640233 24640233. الرسائل النصية القصيرة 90484 90484. يا محلى السوالف نلتقي فيها ربعا، سولف معنا من الأحد إلى الخميس، من الواحدة وحتى الثانية ظهرا على الهواء. سولف معنا. حياكم الله مستمعينا. ورسالة، الرسالة الأولى رسالة طويلة ولكن راح أقرأها. رسالة لأم رائد تقول: إلى أعلى مدى من الاهتمام مستعدة، وأريد من ابني أن يكون الأفضل دوما، فجهد المدرسة لا يكفي، هي حلقة متابعة ومتواصلة بين المدرسة والبيت، تنظيم الوقت وكتابة الواجبات أول بأول، والمذاكرة المستمرة والترفيه في عطلات الأسبوع، والنوم مبكرا، أمور أثق بها لرفع مستوى الطالب. ومن الآن قد كتبت قائمة من الأمور التي أحاول التغيير فيها من بعد قراءتي عن المدرسة، ومن خلال مجلس أولياء الأمور يحدث التغيير. أيضا تقول: للأسف الشديد في بعض المدارس أصبح مجلس أولياء الأمور تجمع لجمع الأموال والتبرعات لتحسين المدرسة شكليا، قد وجه المجلس لأغراض أخرى، وإن كانت تخدم الطالب ولكن العلم يأتي أولا يفترض، فيجب التوفيق بين الأمرين في المجلس. تقول أيضا: يمكن خرجت عن السؤال شوي، بس هذا كان منبر للتعبير عن كل ما أود القول فيه حول العام الدراسي الجديد. شكرا يا أم رائد، شكرا على المشاركة. ناخذ اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام، مساء الخير. مساء النور، أهلين. كل عام طيبين في العام الدراسي. وانت طيب، شكرا لك. يا خميس، خميس براج العالي الهنائي ولا السيوف قد الضغوب. يا أهلا وسهلا فيك يا خميس. أول شيء نهني أبنائنا الطلاب والطالبات يعني بالعام دراس جديد، نتمنى التوفيق إن شاء الله والنجاح. شكرا لك يا خميس، إن شاء الله. ونرجع من أمل الأهالي متابعة الطلبة في كل شهر. نعم، في المدارس. جميل. أي نعم، وهني يعني وهني فريق طلاب ولاية خابورة اليوم إن شاء الله أتمناه يفوز. موفقين، شكرا لك يا خميس، تسلم. أتمنى جميع أخواني بفضل الله ما اللي يعرفوني بفضل الله. شكرا لك، مع السلامة. إلى يوسف الهنائي، ويعني بالنسبة لبقية المشاركين إن شاء الله معنا في الحلقة، أتمنى أن يكون التركيز على موضوع الحلقة. ناخذ يوسف. مساء الخير. عليكم السلام. مساء الخير أخت عايدة، كيف الحال؟ الحمد لله تمام، الله يسلمك يا يوسف. كيف صحتكم؟ طيبين؟ الحمد لله بخير، الله يسلمك. عليكم أخوانكم كلهم طيبين؟ الحمد لله، كل عام وانت بخير. يسعد لي مساكم بالخير والعافية إن شاء الله. يا أهلا وسهلا فيك. أخباركم طيبين؟ الحمد لله. أولادك اليوم داوموا؟ الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. كيف كانت نفسياتهم؟ رجعوا مرة ولا ما رجعوا؟ والله صراحة ما أعرف. الله يحفظهم إن شاء الله. كيف كانت نفسياتهم ومرايحين اليوم الأول؟ موضوعنا ويش يا أختي عايدة؟ موضوعنا اليوم عن مدى استعدادك لمتابعة ابنك في المدرسة، وإيش يعني لك مجلس أولياء الأمور؟ والله حقيقة ما هو موضوع جيد، يعني إيش يعني لي موضوع أولياء مجلس الأمور؟ أكيد إنه ما وضع هذا الشيء إلا لمصلحة الطالب قبل أول والأخير. نعم. فأنت إذا من بداية العام الدراسي وحتى نهاية العام الدراسي ما تابعت والدك وما سألت عنه وما سألت عن مستوى التحصيل أو التعليم، في النهاية تتفاجأ يا إما درجاته ضعيفات أو اضطر إنه يعيد العام القادم مرة ثانية. يا ترى شو السبب؟ كلنا يعني كل أب كل يوسف أنت تتابع الأولاد كل سنة؟ هي نعم أكيد تروح تسأل عنهم الأولاد أول بأول. نعم. لأن ليش؟ من خلال متابعتهم تستطيع أنت تحكم على ابنك بنفسه. نعم. هل هو يعني متقبل للتعليم؟ هل هو مثلا مصغي للمدرس؟ هل هو يتابع مثلا دروسه أول بأول؟ نعم. هل يراجع؟ هل يسأل؟ من خلال هذه الخطوات، من خلال هذه العملية
تستكشف أنت بنفسك إنه ابنك مقبل على دراسة مقبل على علم. نعم. ولكن إذا كان طالب وراء ما دفاتره كذا وخرج العصر يلعب ولما جاب الليل ظل يدور كذا ويعمل كذا وفي النهاية آخر المطاف قال أنا لما جبت آخر شيء قال أنا والله بقى المدرس كذا والدرس صعب. لا 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 لا. نعم نعم. أنا أنصح كل ولي أمر إنه يتابع أول بأول بأول. نعم. مش شرط في المدرسة. نعم. مش شرط في المدرسة، أنت تسأله أول بنفسه. نعم. إيش اليوم خريط؟ إيش راجعت؟ إيش اللي كتبت؟ إيش اللي حليت؟ إيش اللي أعطوك؟ نعم. حقيقة بعض يعني مع احترام شديد لكل أولياء الأمور إلا أن بعض الآباء الله يهديهم يعني منشغلين في العمل، العمل عبادة. كذلك الدراسة عبادة. أكيد يعني كل شيء في الحياة محتاج إلى يعني جزء من اهتمامك يا يوسف. نعم. أو عاتب بنت في النهاية يا أخي أنت اللي كنت مقصر. نعم. في النهاية من نعم. ما تلقي اللوم على الطالب أو جميل. ما تلقي اللوم على الولد أو البنت، لا تلقي اللوم على نفسك. نعم. لأنك أنت أهملت يعني ركن مهم، وهذا بالضبط. المجلس أباء المعلمين موضع إلا لمصلحة الطالب قبل أول وكل شيء. جميل، أشكرك يا يوسف. أتمنى التوفيق والنجاح، وأتمنى يكون بداية عام دراسي جديد موفق لكل الطلبة والطالبات، وكل عام والجميع بخير، وكما يقال الأم مدرسة إذا عددتها أعدتها شعبا طيب العراق. الله يحفظ أمهات العالم إن شاء الله كلهم يا رب. شكرا لك، تسلم، بارك الله فيك. كما يقال في المعلم، قل المعلم وابديه التبديل كاد المعلم أن يكون رسولا. نعم، أشكرك يا يوسف، تسلم. الله يمسى عليك بالخير والعافية أخت عايدة، وسلام إلى طاقم البرنامج. مع السلامة، شكرا لك. إذا بالنسبة ليوسف هو يعني فرصة لمعرفة أيضا مستوى ابنك في المدرسة ومدى تجاوبه أيضا مع المواد، كذلك يعني من أضرار ربما عدم متابعة الابن في المدرسة هو تحصيل لمشكلات العام كله، يعني يجي على نهاية العام يبدأ يذكر كل المشكلات اللي تراكمت عليه في العام الدراسي. ناخذ اتصال جديد معنا. عبد الله طوقي، مساء الخير. مساء الخيرات يا عايدة، كيف حالك؟ الحمد لله. عبد الله كيف حالك؟ الحمد لله صحتي بخير. هذا اختراحك الاسبوع الماضي يا عبد الله. ما هو يعني قبلين بيوم الاثنين. ما عليه، احنا قدمنا عشان اليوم هو اليوم الاول لدوام ابنائنا في المدارس. هو صح كذا صح. الحقيقة الموضوع يسري الجميع الميسرة، والواحد يعني وراء هذا الموضوع. نعم. لكن انا اقول مع الاسف مع الأسف يعني أقول ثلاث مرات مع الأسف الشديد. نعم. أولياء الأمور ما يخطر في بالهم إن عندهم أولاد في المدرسة. يعني مع الأسف يعني ولو مرة واحدة في السنة حتى يكاد المدرسة ما يعرفوها اسم المدرسة اللي يدرس فيها في أولادهم. نعم. أو بناتهم. يعني أنا عضو في مجلس أباء مدرستين. ما شاء الله. زين، ويعني أنا أقولش بقصتين بصراحة تبكي. مع الأسف الشديد. قلنا قصة واحدة وعلى السريع عشان ما نبكي. القصة الأولى. نعم. قصة واحدة ما مشكلة. أيوة. كنت أنا جاي من مسقط. يعني على طول مريت مدرسة مهنة بن جيفر. إنزين. تعليم أساسي. طيب. الحلقة الأولى. ما علي، أنت قل لنا يعني القصة من باب العبرة ومن غير ما نذكر حتى أسماء المدارس. أمام مدير المدرسة وأتى واحد من الناس دخل كذاك علينا وسلم، ما أدري سلم ولا ما سلم، ما أدري يعني ما حيدة حقيقة، صار له أكثر من سنتين. نعم. ف يعني قلت له شكلك لو سمحت أول مرة تدخل مدرسة. طيب. قال لي من قال؟ قلت لك أتبدأ هي. قال لي فعلا أنا أول مرة أسمع أدخل مدرسة. قلت للزين، وعرفت اسم المدرسة؟ قال لا. كم خطوة هات يعني خطأين وثلاثة صاروا. بعدين قلت له أنت أكيد أنت جاي تسأل عن ولدك. نعم. صح ولا ما صح؟ قال لي صح. قلت له مليون في المية ولدك ما موجود في هذه المدرسة. كيف؟ يعني كذلك والله الحمد، يعني أنا أحس كذلك بالإحساس. نعم. يعني هو كان جالس يدور مدرسة ولده وعسى تكون هي ذي المدرسة. ولده ما يعرفه في أي مدرسة. سبحان الله. ما يعرفه في أي صف.
كيف هاي مشكلة كبيرة عايدة حقيقة. صح. وبعدين أنا على طول أنا يعني عرفت المدرسة اللي فيها الولد وحتى في الصف. نعم. كان في مقيد في الصف السابع ب. سجل اسمه المديرة اللي اتصل مدرسة خيرات، كانت مدرسة خيرات. وفعلا حصلنا الولد الصف السابع ب. كيف؟ قلت اللي بعدين أنا ممكن أوديك المدرسة ولا تندلها يعني نعدت للمدرسة، قلت له قرب مركز صحي. نعم. ما أدري هو راح يشوف والده أو لا، ما أدري. جميل. الله يعلم. نعم. لكن أنا أوجه يعني حقيقة نصيحة لأولياء الأمور سواء كان بنين ولا بنات. يعني الأولاد يعني فلذات الأكباد يعني يترك والده داخل المدرسة ما يعرف شيء عنه. نعم. ما يعرف دراسته، ما يعرف أموره، ما يعرف المدرسين، ما يعرف المدرس. نعم. ما يعرف أمور الدراسة، حتى ما يتابع شيء، يعني ما يهمه يعني أموره المنتهية. نعم. في الحياة. جميل، أشكرك يا عبد الله، شكرا على مشاركتك الطيبة. يعني حقيقة للأسف أقول للأسف متأسف، وأنا أتمنى يكون يسمعوا هالمكالمة ويطبقوا يعني أمورها مستقبلا إن شاء الله. سامعين. وبكره في مكالمة عن نفس الموضوع في قصة ثانية إن شاء الله، لما نفتح مجال إن شاء الله عن المدرسة راح نستمع إلى القصة الثانية يا عبد الله. شكرا لك، بارك الله فيك. تسلم تسلم. للأشخاص اللي انضموا الآن إلى برنامجنا، موضوعنا اليوم عن مدى استعدادك لمتابعة ابنك في المدرسة وماذا يعني لك مجلس أولياء الأمور. حياكم الله مستمعينا. حسابنا في تويتر، خلنا أقرأ التغريدات. في تغريدة من سلطان الكلباني على حسابنا @جنرال راديو يقول: شكرا لكم على هذا الموضوع الرائع والجميل، ونتمنى من أولياء الأمور متابعة أبنائهم في المدرسة والبيت، وبتوفيق للجميع. دكتور أيضا محمد عبد السلام في تويتر يقول: وجبة الإفطار لأطفال المدارس مهمة طبعا، العقل السليم في الجسم السليم. شكرا لك. نعم، الغذاء مهم لتغذية جسمهم، وبالتالي العقل يتغذى، وبالتالي الفهم راح يكون أقوى. لكن هل جل اهتمامنا مستمعينا على الأكل، الأدوات، اللبس، ولا في اهتمامات أخرى بحاجة إلى أن إحنا بالفعل تكون من أولوياتنا مثل متابعتهم في المدرسة؟ خليكم معنا مستمعين، نرجع إن شاء الله نستقبل رسائلكم وتغريداتكم واتصالاتكم بعد الفاصل. أنا لك الزمن يرجع ورا ولا الليالي تدور، ويرجع وقتنا الأول وننعم في بساطتنا. زمان ولا حسنا زمان في صدق شعور، نحب ونخلص النية وتجمعنا محبتنا. زمان ما فيه لا غيبة ولا حتى نفاق وزور، يا ليت بس لو يرجع ونسترجع طفولتنا. صغار قلوبنا بيضة نعيش بعالم محصور، ولا نعرف أبدا أغراض ما غير عيال هارتنا. نكسر اللعبة وتسعدنا شقاوتنا، نروح المدرسة بدري ونضحك داخل الطابور، نحاول نزعج العالم في روحتنا وجيتنا، وعشان نأخر الحصة نخبي علبة الطابور.
طبشور نشاغل بس في الآخر تميزنا بأراتنا نحب الضحك والهيصة نحب النظر على الهوى سولف معنا سولف معنا سولف معنا من الأحد إلى الخميس من الواحدة وحتى الثانية ظهراً أعود إليكم مستمعينا ومعكم على الهواء حتى الثانية في برنامجكم سولف معنا. أذكركم بحسابنا في تويتر @جنرال راديو. موضوع اليوم: مدى استعدادك لمتابعة ابنك في المدرسة وماذا يعني لك مجلس أولياء الأمور. أحمد راشد الفزاري: شكرا على التفضيل. وأيضا كانت له تغريدة: وفق الله أبناء الوطن من هيئة تربوية وعلى رأسهم معالي الوزيرة وهيئة والهيئة الفنية وأيضا طلاب والطلاب لخدمة عمان ورفعتها، شكرا لك. ناخذ اتصال. السلام عليكم. عليكم السلام. معنا عبد الله العبري. مساء الخير. الله بالخير وسعيدة. الله بالخير، يا هلا وسهلا. كيف حالكم؟ بخير الحمد لله تمام. الله يسلمك. شكرا على البرنامج يا اخي. بارك الله فيك يا عبد الله، تفضل. الله يبارك فيك ان شاء الله. اولا نحيي ابنائنا وبناتنا الطلبه. نعم. بدايه العام الدراسي الجديد. ثانيا نهني ونبارك على المدرسين، اخواننا المدرسين. نعم. ونحييهم على اعمالهم، على جهودهم الجباره. نعم. في اعمالهم. طبعا مجلس الآباء في المدارس يعني شيء صراحة جيد وجميل، وهذا معروف يعني، حتى ولي الأمر إذا ما تابع هم منقصين، جزاهم الله خير، متابعين. نعم. في المدارس يعني أنت حريص أنك تحضر مجلس أولياء الأمور يا عبد الله؟ والله ما أحضر أحيانا، بس نروح يوم يطلبونه، لما يطلبوك يستدعوك مثلا يعني. أيوة. نعم. فلكن عنهم جزاهم الله خير ونقصر الآباء. نعم. يتابعوا بنفسهم على كيف يقول في المدارس. جميل. أيوة، من جميع النواحي يعني. نعم. وولي أمر ما شاف مثلا يتابع ابنه على كما يقول على حسب الدراسة ماله. أو مثلا أو درجات ماله وكذا، يعني يتابع جميع الأشياء أو جميع النواقص في المدرسة. أشكرك يا عبد الله، تسلم. شكرا. بارك الله فيك. مع السلامة. بسمة الجلاس في تويتر تقول: شكرا للمدارس التي بادرت في الاستقبال الجميل لطلابها، خاصة طلاب الصف الأول، بالاحتفال والترحيب بهم في الطابور وتوزيع الهدايا لهم. بالفعل هذه الحركة شايفينها من السنة الماضية، يعني احتفال جميل، استقبال جدا مميز، ألعاب وبالونات وزينة، وأيضا شخصيات كرتونية معروفة تشارك في نفس اليوم الاستقبال الأطفال. فعلا شكرا للمدارس المهتمة بهذا الجانب لتهيئة الأطفال لاستقبال العام الدراسي بفرح وباطمئنان، أيضا خاصة طلاب الصف الأول. شكرا يا بسمة على تذكير. معنا علي أبو الفضل. مرحبا، السلام عليكم. السلام عليكم أستاذة. أهلا وسهلا. أسعد الله مساكم، كيف حالكم؟ طيبين؟ الحمد لله بخير، الله يسلمك. كيف أولادك؟ ما شاء الله خليتونا على الهاتف، ولكن لا يعني في نهاية الشهر برسلكم الفاتورة. ما علي. يعني تكرمت بدفعوا. نستاهل احنا هذا الانتظار. ما علي. بارك الله فيكم. لا إنما من باب بس يعني المداعبة. على كل حال الموضوع مهم جدا يعني أخت الكريمة. وبابي بدأ مثل ما قلت، وأنا أقول دائما نهني أبنائنا يعني وبناتنا بمناسبة بدء العام الدراسي. نتمنى للجميع إن شاء الله تحصيل العلم المفيد لخدمة هذا الوطن ولخدمة دينهم ولما ينفعهم أختي الكريمة. إن شاء الله. ولا بد يعني حقيقة يعني زيارة ولي الأمر باستمرار للمدرسة مهم، يعني إذا ما أردنا حقيقة أن يسير يعني موكب العلم إلى الإمام يعني حقيقة. ونحن نقول دائما أنه حتى يتعرف ولي الأمر على مسيرة أبنائه وماذا مستوى الابن في المدرسة لابد أن يزور، لأن حقيقة يعني بعض الأبناء، أقول بعض الأبناء والأسف الشديد يعني في الصف في السادس خامس لا يعرفون يقرؤون ولا يكتبون،
للأسف شيء مؤسف جدا. لماذا؟ فالأب عندما يسأل يعني ابنه يقول له كذا والله المدرس كذا كذا، لأن الأب لا يتواصل عن المدرسة، وقد ينقل يعني الابن يعني صورة ناقصة في الحقيقة إلى يعني والده. هنا عندما يزور الأب أو الوالدة إلى المدرسة يتعرفون ما هي حقيقة حقيقة يعني مستوى أبنائهم أو بناتهم على المستوى يعني التعليمي. نعم، يعني برأيك يعني مثل هذه المشكلات لو كان في متابعة من قبل ولي الأمر ما كانت تفاقمت ووصلت إلى مرحلة أنه يعني الطالب في الصف السادس ولسه ما يعرف يكتب. هذا حقيقة. يعني هذه أهمية المتابعة بالنسبة لك يعني. هذا حقيقة يعني. نعم. أنا أعرف أطفال في الصف السادس لا يعني أسألهم قال عمي علي ما نعرف نقرأ ولا نكتب، وللأسف موسف يعني. نعم. يعني لهذا المستوى يجب نحن يعني إيش. هذا أيضا يدل على تقصير أولياء الأمور في البيوت. نعم. لأن أنا أيضا الآباء يعني مكملين مشاركين، ومجلس الآباء هو جزء مهم من المسيرة التعليمية أختي العزيز. نعم. لكن عبد الله احنا حتى يعني مثلا احنا واللي قبلنا سبقونا اولياء الامور عندهم ما كانوا يكتبوا، طيب لكنه جاي من المدرسه متعلم وكاتب يعني ويعرف يكتب ويقرا، يعني هو تقصير من الجانبين ترى، ولكن يمكن اللي يخلي نعم انه المشكله تتفاقم هو عدم متابعه ولي الامر. اشكرك يا علي. في شيء من الاهمال بارك الله فيكم. نعم. كريمه واعذرونا على الإطالة. الله يكرمكم يا رب. بالعكس، شكرا لمشاركتك. الجميع بخير ولكم عظيم الشكر والتقدير. تسلم، بارك الله فيك، احسنت، مع السلامة. طيب عندنا أيضا محمد البلوشي في تويتر، شكرا على الصورة يا محمد، وأيضا التغريدة عام دراسي جديد وبالتوفيق للجميع، شكرا لك في تويتر. حقيقة هاشتاغات نشطت اليوم، عام دراسي عماني جديد هذا هاشتاغ، أيضا هاشتاغ عام دراسي جديد، وكذلك هاشتاغ العودة إلى المدارس، تهاني يعني من المغردين، وكلها جميلة حقيقة وتابعناهم. خلنا ناخذ اتصال جديد حول موضوع اليوم، مدى استعدادك لمتابعة ابنك في المدرسة وماذا يعني لك مجلس أولياء الأمور. مساء الخير. مساء الخير أخت عايدة، كيف حالك؟ بخير؟ الحمد لله بخير يا حمد. عساكم طيبين. الحمد لله، معنا حمد العلوي. اي نعم، حمد العلوي. نعم، تفضل يا حمد. اول شيء طال عمرك، اول شيء اشكر وزارة التربية والتعليم وجميع المدرسين وجميع العاملين في التربية والتعليم، ويكونوا على اهتمامهم بالطلبة الذي السنة هذه يدخلوا اطفال. نعم. يكونوا يراعوا الاطفال هذيلا، يكونوا مستعدين على الاطفال اللي ما يفتهم بعد يتوف في الحياة تو بدأ يدرس يعني. نعم بالفعل. وإحنا طالبين من الله ومن طبعا من المدرسين كاملة يعني يهتموا بهذه الأولاد الصغار. نعم. عندهم ما يروحوا عند الكانتين يبوا أكل ولا يبوا ماي ولا يبوا يعني أي حاجة يكسر هذا الجاهل، أو طبعا الدراولية الذي بيحمل جاهل عمره 6 سنوات لازم يكونوا يراعوه. نعم نعم. هذا انه الجاهل تو يعني تو اول سنه يدخل المدرسه لا يعرف اول المدرسه. نعم. ولا يعرف يعني غير اللي داخل بيتكم يعني وقت. قدر الامكان ياخذوا بالهم اثناء يعني ما يروح ياخذ وجبته من المقصف، لما يركب الباص كذلك يوصوا السائق انه دير بالك، شوف الولد يدخل البيت اهله استلموه. هذا يعني طال عمرك يعني هذا جزاكم الله خير، ونكون نشكر جميع أولياء الأمور الذي قايمين بأولادهم في على توصيلهم المدرسة، يكونوا متواصلين عند المدرسين أو مدير المدرسة أو يعني مساعد المدرسة. نعم. على هذه يعني هم يساعدوا عند المدرسين بتوصيل أولادهم أنهم أول سنة يدخلوا المدرسة هاي طال عمرك. نعم بالفعل. أشكرك يا حمد. شكرا وجزاك الله خير، نشوف على خير ان شاء الله. امين يا رب، شكرا، مع السلامه. الله يحفظ جميع الابناء، وفعلا يعني يمكن اليوم احنا كثير نشفق على ابنائنا اللي دخلوا الصف الاول، الله يحفظهم يا رب، وشكرا لكل الجهود المبذوله في تحمل هذه الفئه الصغيره جدا،
وأيضا فعلا يستحق جهود أكبر كذلك، خاصة في مسألة الأكل، توجه إلى الباص، تحذير سائق الباص بضرورة الاهتمام بجميع الطلبة حقيقة في الحافلة خلنا نقول. أيضا رسالة من سليمان الصبار يقول: من رفع رأسه اليوم بكرة ينزل ولا يجد من يعينه. شكرا لك ومشاركتنا في موضوعنا. تغريدة من رستاقي يقول: مساء الخير، كلمة لأولياء الأمور: راقبوا أبنائهم، أو خليهم يعني يراقبوا أبنائهم وتابعوهم وشجعوهم على العلم، فالأبناء سيتشجعون للعلم لأنهم يعرفون أن هناك من يتابعهم ويتابع أيضا مستواهم ودرجاتهم. شكرا. أيضا سماء المحرمية العزيزتي تقول: السلام عليكم، أنا سماء المحرمية، أنا طالبة في الصف السابع، أحب أتابع برنامج سولف معانا. شكرا جزيلا يا سماء، شكرا على المتابعة. اليوم ما أعرف إيش السالفة، ما مداومة. عموما شكرا على المتابعة يا سماء. ناخذ اتصال. طيب نرجع للرسائل النصية مستمعينا، وللي انضموا الآن معانا موضوعنا حول مدى استعدادك لمتابعة ابنك في المدرسة وماذا يعني لك مجلس أولياء الأمور. رسالة تقول: طبعا اليوم هو أول يوم وأهم يوم، يفترض أن يرافق أولياء الأمور أبنائهم إلى المدرسة ويسلموهم للمعلمين، وأيضا يقدموا توجيهاتهم لأبنائهم بضرورة التقيد بقوانين المدرسة. شكرا على الرسالة. خلنا نخرج فاصل مستمعين ونرجع إن شاء الله نستقبل رسائلكم وتغريداتكم واتصالاتكم حول مدى استعدادك لمتابعة ابنك في المدرسة وماذا يعني لك مجلس أولياء الأمور. ليش تسأل عن غيابي وانقطاعي؟ غبت بمزاجي ولي رجع قريب، لمزاجي ولا عصام وجي شراعي، واللي في بالي أجيب راح أجيب. ليش تسأل عن غيابي وانقطاعي؟ غبت بمزاجي ولي رجع قريب، لمزاجي ولا عصام وجه شراعي، واللي في بالي أجيب راح أجيب. كل من معنا من الأحد إلى الخميس، من الواحدة وحتى الثانية ظهرا،
عودة إليكم مستمعينا وحياكم الله في برنامجكم سولف معنا، معكم حتى الثانية. موضوع اليوم: مدى استعدادك لمتابعة ابنك في المدرسة، وماذا يعني لك مجلس أولياء الأمور؟ نروح للرسائل النصية مستمعينا، ورسالة تقول: هل الأدوات المدرسية هي كل شيء وعدم المتابعة في المدرسة لا شيء؟ شكرا للمرسل. أيضا رسالة تقول: نعم، المتابعة تخفف عبء التربية على المعلم. الرسالة من مها، شكرا جزيلا مها. أيضا رسالة تقول: شكرا لكل معلم متابع وأعطى من وقته وفتح جروب في الواتساب وضم فيه أولياء أمور جميع طلبته لإطلاعهم على مستوى أبنائهم. نعم، هذا الموضوع يمكن من سنتين في اهتمام كبير من معلمي، خاصة بصراحة معلمي المدارس الحكومية، إنهم يفتحوا جروب في الواتساب ويضموا جميع أولياء الأمور والأمهات في الجروب ليطلعوهم على مستوى أبنائهم أول بأول. بس طبعا هناك شكاوى يعني من قبل المعلمين انه رسائل ممكن تأتيهم في اي وقت حتى منتصف الليل. كذلك هناك بعض المشكلات، اسلوب غير يعني لائق من قبل بعض الامهات، ينازعوا المعلمة، يعني فعلا تصرفات يعني بارك الله في المعلمة اللي تفتح هذا الجروب وتطلعكم على كل شيء اول باول. هل في المقابل أجي أنازعها ليش سويتي كذا وليش عملتي كذا، وما أتفاهم معها وما أسألها على طول، يعني أسمعها كلام غير لائق؟ حصلت كثير، وأيضا يعني صارت بعض المدارس يعني لغت هذا الأسلوب اللي كانوا متبعين، والسبب طبعا الأمهات. رسالة من عبد الله الحسني أبو مؤنس يقول: يقول العلم لبني آدم: أعطني كلك أعطيك بعضي، وأعطني بعضك لا أعطيك شيء. يجب علينا أن نهتم في دراسة ومراقبة أطفالنا كل يوم. شكرا لك يا عبد الله. نروح لتغريداتكم مستمعينا، نلقي نظرة إذا كان هناك أي تغريدة. أشكر كل من يفضل تغريدة اليوم، شكرا لكل من تابعنا من بداية البرنامج إلى الآن، وتابع أيضا صفحتنا في تويتر. نرجع إذا للرسائل النصية إذا كان ما في هناك مكالمات الآن. مساء الخير، شكرا لهذا البرنامج. ليت يعي ولي الأمر مدى وضرورة متابعة الأبناء في المدارس، لأن هناك أيضا بعض السلوكيات السلبية جدا تصدر من أبنائهم وهم يعني على غير علم بذلك. شكرا للمرسل، يليت ترسلون لنا أيضا أسماءكم. طيب مستمعينا، نروح لي أيضا مشاركاتكم عبر الاتصالات، ونذكركم بأرقامنا. ذكرهم أول شيء مروان، ذكرهم بالأرقام ونرجع نستكمل موضوع اليوم. خلكم معنا مستمعينا. سولف معنا، نسعد بتواصلكم معنا على هواتف البرنامج عبر الرقم 24640234 24640234 أو 24640233 24640233. الرسائل النصية القصيرة 90484 90484. يا محلى السوالف سولف معنا من الأحد إلى الخميس، من الواحدة وحتى الثانية ظهراً على الهواء. سولف معنا. عودة لكم مستمعينا، ونرجع يعني لاتصالاتكم، وبعد ذلك نذكركم بمحاورنا في حلقة اليوم. معنا أم مرشد، السلام عليكم. السلام
السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا. الحمد لله تمام. الله يسلمك ويعافيك. معنا أم رشيد. الموضوع اليوم صراحة واجد حلو عشان كنت اتصلت. تفضلي عزيزتي. أهلا وسهلا. أنا بالفعل يعني من مؤيدين مجال الآباء والأمهات، ودائما أكون مشتركة في المجال متابعة أبنائي، والحمد لله رب العالمين يعني نعم. هذا جزء من اهتماماتنا وش اسمه نعم. ويعني ومتابعتنا لأولادنا مفترض أن نكون متابعين لهم في المدارس في مجال الآباء والأمهات على هذا النحو يعني نعم. إيش أهمية هذه المتابعة؟ إيش ثمار هذه المتابعة يا أم مرشد؟ هو ثمارة صراحة مثل ما تقولي تبدأ من البداية من الصفر نعم. أنت تواصلي معاهم بعدين يعني تعرفي سلوكهم سلوكياتهم، تعرفي إيش حتى اهتمامات المدرسة يعني نعم. إيش اللي يصير في المدرسة من أي فعاليات يعني تكون في المدرسة موجودة من خلال متابعة شدي ومشاركاتش في مدرسة أبا المهات يعني تكون متابعة لهم نعم. في مجال إنكم تقترحوا عليهم بعض الأنشطة بعض الأفكار؟ في اقترحنا عليهم يعني أشياء عالجناها من خلال ممتاز. ممتاز. أنت عضوة في مجلس أولياء الأمور؟ أيوة الحمد لله. حق آخر طفل عندي أنا كنت في المدارس عضوة. ما شاء الله. طيب حابين نسمع رسالتك ونصيحتك للأشخاص اللي ما يتابعوا أبنائهم طوال العام. والله أنا أفضل إن يعني كل واحد إن يتابع أولاده في جميع المواد مش مدرسة واحدة وبس. لأن أحيانا في المجموعات تصير قبل شوي في الجروبات هي الجروب تسوي معلمة المربية الفصل اللي هي تكون مسؤولة يعني شو مربية الفصل تسوي نعم. بس المواد الثانية ما يسوين يعني الجروب مثل ما قلت أنت نعم. بس الأفضل إن التابعين باستمرار شوف المواد خصوصا اللي هي المراحل البدء يعني من الأساس الأول من الأول للحد الصف الرابع أو الخامس وهناك عاد في المدارس هذه تابعهم الآب نعم يقوم بدوره يعني. طيب ما في أي تحديات أثناء المتابعة من قبل المدرسة الطاقم المعلمين نفسهم؟ ما في أي مشكلات ولا الأمور سهلة؟ لا ما في الحمد لله بالعالمين يعني في تعاون وفي يعني استقبال ويحددوا لك أيام ممتاز. وأوقات أيوة في المدارس الحمد لله رب العالمين احنا شاكرين جدا يعني جميع المدارس اللي بعمل سواء كان أولاد مداوموا فيهن أو ما مداومين فيهن بصراحة أسلوب راقي من المدرسات ما شاء الله تعاملهم يعني في ممتاز. مع الأطفال مع طرحين حتى يفهمون كيف طريقة الدراسة كيف أنت تتبع أسلوب متابعتهم يعني في البيت ممتاز. احنا ايضا صرنا متابعين لمعلمين انهم يحضروا دورات يتعرفوا في هذه الدورات على وسائل التعلم الحديثه والسريعه هذه وصاروا يطبقوها ايضا مع ابنائهم وطلبتهم. ايوه صحيح المفترض هذا يكون المفترض بعد المدينه اولياء الامور وانا بعد اشيد احد اولياء الامور الرجال من خلال عاد بعدين لان احنا في الامه هاد دورنا كل المرحلة الأساسية الأولى أحسنتي مفترض أنه بعدين يقوم بدوره ويكمل معاهم نعم. الأم تقول لك أنا أي شرق أروح مع مدرسين وأنا أقش وكذي نعم أحسنتي نعم هذه نقطة مهمة هذا نبي تعاون نعم. للآباء على أساس يقوم يكملوا هم بعدين دور الأم اللي سويته في البداية أحسنتي نعم أحسنتي. يمكن هذه نقطة مهمة جدا خاصة في موضوع اليوم أنه أيضا بعض الأمهات صاروا ما يقدروا يعني يسجلوا أبنائهم في المدارس الحكومية بعد هذه المرحلة لأنه الأب ما يتابع وما يصير أنا كامرأة يعني أروح ويعلل أن عندي شغل نعم. قمنا بعدين بالفعل بصراحة أن عمل الاجتماعات في مدارس بالفعل يعني سويت هذا المقترح على أساس أن يعمل الاجتماعات بعد المغرب على أساس إن الكل فيه وبالفعل في مدارس يعني قامت بعمل هذه الاجتماعات اللي بعد صلاة المغرب نعم. ما بين صلاة المغرب والعشاء نعم. الآباء بالفعل يعني جاوبوا وفي من الآباء يعتبروا حل كثير رجال نعم سبحان الله. أم مرشد شكرا جزيلا وكل عام وأنت بخير وأبنائك بألف خير يا رب. سبحان الله ربي يوفق الجميع إن شاء الله. آمين يا رب. نجحت أولادي ونوفقهم يا رب. آمين يا رب. يلا سلمي على
السلامة. تسلم يا حبيبتي، مشكورة، مع السلامة. مشاركة جميلة جدا من أم مرشد، يمكن النقطة اللي أثارتها ترى جدا مهمة، يمكن آباء كثيرين يعني ما مهتمين لهذه النقطة، أنه يعني بالفعل ما يصير الأم هي اللي تبدأ يعني تتابع الأولاد في مدرسة حكومية مع معلمين، يعني في حرج كبير بالنسبة لها أنها رايحة وجاية ولا تتصل في المعلمين. الآن دورك، ناخذ اتصال. سلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. عايدة، أهلين يا مسلم. مسلم الرحمي معنا. طيبة. الحمد لله تمام، الله يسلمك. العافية رب العالمين. الله يعافيك. نقدم تهنيتنا لأبنائنا وأبنائنا الطالبات بهذا اليوم الأغر، والله يجعلهم دائما سلطان تعمان، تحضر صاحب جلالة، الله يدوم ويشفيه ويعافيه يا رب العالمين. اللهم آمين. مسلم بس لو تخفض على صوت المذياع. إن شاء الله إن شاء الله. حياش يا عايدة. الله يحييك. كيف الأولاد؟ هن أبنائنا الطالبات والطلاب بهذا اليوم الأغر، والله يهنيهم ويدومهم إن شاء الله. آمين. آمين. الأولاد اليوم راحوا المدرسة يا مسلم. صح والعافية. آمين. حياش. الأولاد راحوا المدرسة اليوم؟ والله أنا عندي أولاد بنتي بس راحوا المدرسة الحمد لله. الحمد لله. كيف كانت نفسياتهم؟ واحد متابعنهم. انت متابعنهم ها؟ نعم نعم، ولاد بنتي احفادي، ولكن واحد متابعنهم في المدرسة وفي البيت. ممتاز. تحضر مجلس اولياء الامور؟ نعم نعم، احضر يوم ابوهم وامهم، امهم موجودين، حتى انا واحد ما اذكر على ابوهم وامهم، نفسي اروح اراقبهم في المدرسة. ممتاز ممتاز ممتاز. ويوم يجي البيت اشوفهم باكروا ما باكروا، والحمد لله. نعم. إيش نصيحتك لأولياء الأمور اللي ما متابعين أولادهم في المدرسة؟ والله نصيحتي لله قبل لوجه الله على أساس يتابعوا أبنائهم. نعم. في المدرسة كيف ويسألوا المعلم كيف يعني ولدي إيش أخلاقه في المدرسة. نعم. وكيف جلوسه مع هذا ومع هذا، يعني واجدين حد صالح وحد صالح في هديوم الأمة هذه. نعم. هذا في كل مكان، الشر موجود والخير موجود، بس أهم شيء إحنا كيف نتعامل مع كل اللي يتابع أبنائه في المدرسة. ما غلطان، غلطان الذي هو يسيب أولاده وما يتابعهم في الدراسة. نعم نعم أحسن. وبعدين يرجع عقل لايم على المعلم، والله المعلم الآن أنا ما درس إلا أولادي ولا كذا. نعم أيوة. أشكرك يا مسلم. شكرا يا عايدة. شكرا لك، مع السلامة. شكرا لك. نرجع نستقبل مستمعينا أيضا، رسائلكم وتغريداتكم في تويتر. شكرا أيضا للتفضيل الجديد من This is me. شكرا. نروح نشوف رسائل النصية. رسالة تقول أشد يعني على يد أم مرشد، يعطيها العافية، وليت كل الأمهات مثلها، عضوات في مجلس أولياء الأمور، و مهم جدا أن يشارك الأب في متابعة أبنائه في المدارس الحكومية الخاصة طبعا بالأولاد مثل ما ذكرت. شكرا شكرا للمرسل. في دقائقنا الأخيرة مستمعينا من حلقة اليوم، ومدى استعدادك لمتابعة ابنك في المدرسة، وإيش يعني لك مجلس أولياء الأمور؟ يمكن تكلمنا بداية، حققنا يعني محورنا استطلاع مدى الاستعداد للمتابعة، ومثل ما شفتوا أنه كثيرين مستعدين جدا للمتابعة، حتى يمكن اللي ما يتابع على الأقل أنه مع هذه الفكرة، ويوما ما إن شاء الله راح يعني يتابع بإذن الله. كذلك استمعنا إلى أهمية هذه المتابعة. هناك يعني من يقول أنه راح تكون مطلع على سلوكيات ابنك على مستواه أول بأول، ربما هناك بعض الممارسات الغائبة عنك راح تعرفها من خلال هذه المتابعة. الآن في هذه الدقائق حابين أيضا نستمع إلى نصائحكم لمن لا يتابع ابنائه في المدرسة. ناخذ اتصال. سلام عليكم. عليكم السلام. سعد مسائك أخت عايدة. مرحبا يا رخية، كيف الحال؟ الله يسلمك. الحمد لله. أخبارك أنت؟ كيف صحتك؟ الحمد لله تمام. الله يسلمك. الحمد لله. كيف الأولاد؟ ما عندنا أولاد بعده. ما عندش ها؟ بعده. الله يرزقك. لكن نتمنى هذا لأولادنا وبناتنا، يعني نتمنى لهم التوفيق ونهديهم بهذا العام الجديد، يعني نتمنى لهم الصحة والعافية والتوفيق والنجاح وللإمام دائما إن شاء الله. آمين. رخية، اللي حواليش من الأمهات أولياء الأمور حريصين إنهم يحضروا ويتابعوا أبنائهم في المدارس؟ يعني الحمد لله شيء منهم يتابع وشيء منهم ها، لكن إحنا نتمنى لهم يعني يتابعوا أولادهم. نعم. ويكون حد يعني جنبهم عشان هم يتحمسوا في الدراسة.
بالفعل. ايوه ويهتموا يعني في دراستهم لان عشان يكونوا يعني يتكلموا يقولوا اهالينا ان معنى ويكونوا ينجحوا ويكونوا يهتموا في دراستهم اكثر واكثر. ممتاز نعم. هو بالفعل الطالب يتحمس ويعني يكتبوا واجباتهم ويهتموا في دروسهم اكثر يتحمسوا يمكن الاهالي معهم يعني. جميل. الامهات والابواء يعني ما لا يعني انسان بس شغله بس لازم يهتموا في اولادهم يشوفوهم هل هم ناقصين حاجه او يعني ضعيفين في المستوى الدراسي او شيء في المواد وحاجه هذا. نعم. ايوه اشكرك يا رخيه. شكرا احسنت الله يخليك. رخيه انت من وين؟ انا من حوقين. يا هلا وسهلا يا رخيه. أيوة. شكرا. تسلمي عزيزتي. اذا رخيه تقول اهتمام الطالب يزداد بمتابعه والديه له، وايضا هذا يعتبر يعني دافع للاهتمام وان شاء الله ايضا هكذا المستوى يتحسن. وبالفعل يعني بمجرد ما الاباء يكونوا متابعين وموجودين اذا يعني هذا دافع كبير للاهتمام اولا باول بالدراسه. ناخذ اتصال. السلام عليكم. عيسى التميمي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. أهلا وسهلا يا عيسى. كيف الحالة أختي عايدة؟ الحمد لله بخير الله يسلمك. يا أهلا وسهلا. الله يبارك فيك. أول شيء نهني الطلبة والطالبات ناس العودة للمدارس، نقولهم إن شاء الله عام حافل بالإنجازات والنجاح إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. إن شاء الله كل الطلبة يكونوا ناجحين ما حد يكون راسب. آمين. آمين. الله يبارك فيك. وموضوعك مع المدارس. نعم. أيوة. انت مستعد لمتابعه ابنائك في المدرسه؟ تتابعهم السنوات ضرور. الماضيه كنت متابعهم؟ اي نعم. انا عندي اول ابن صف الاول. كان السنه الماضيه. ايوه. وعندي بنت تدرس تمهيدي تو. الله يحفظهم يا رب. امين يا رب. وتابعتها السنه الماضيه بنتك؟ بنتي هي الحمد لله. لكن بنتي كانت اسمها روضه اليوم تمهيدي هذه السنه. ما شاء الله. أيوة. الله يحفظهم إن شاء الله. آمين. نصيحتك آمين. للأشخاص اللي نوعا ما مقصرين في هذا الجانب لازم يتابع. لكن مشكلة الحين أنا سمعت مقطع فيديو شخصان العماني دائما حس يعني يقول أول كان المعلم يعني غلطة بسيطة أو غلطة يعني يسوي طالب ربشي دائما يضرب الضرب يعني. نعم. الحين الطالب للأسف هو اللي صار يسيطر على المعلم ما مثل أول. وهذا غلط أصلا. يوم يقول مثلا يوم المعلم يضرب الطالب يقول لك ليش تضرب اللي ولدي يا أخي أنا حر ما تضرب اللي ولدي كذا يعني ويجلس يتنازع ويجلس يشتكي وما أعرف إيش. نعم. يعني أول يقول لك في ما أعرف إيش مثل يعني يقول لك عيونك وإيش يقول. نعم خلنا نتذكر يعني بما معنى انه خل تسلم العين بس خل تسلم العين سوي بو تسوي فيه بس سلم العين بس هي سلم العين هي ايوه بس هذا يعني غلط هذا غلط. اها نعم. انا ما مودي ولدي عشان يتعلم بالضرب. أيوة انا مودي انه يتعلم يعني العلم بحب. أيوة صح. بحب يعني. أيوة. انا يعني حتى الغريبه انه لما يعاقب الطالب يعاقب بالكتابه اكتب الدرس 4 مرات يا اخي بيكره الكتابه. ايوه يعني ما يصير. لا لا لكن اول شيء لازم يكون شديد ما يكون يضرب ولا يكون ذا حتى احنا ما نقول شديد يكون حازم يعني حازم. احنا ياما كانوا أيوة. عندنا معلمين ومعلمات حازمين كنا نحبهم جدا وخلونا أيوة. نحب العلم يعني أيوة. ونفهم يعني كنا يعرف كيف يرغب الطالب حال الدراسه يعني. نعم. يكون الطالب يحب الدراسة كثير. ترى تحصل مصايب انه اولادنا أيوة ينفروا من المدارس يعني سبب هالضرب يعني. ايوه سبب ضرب وسبب يعني العنف يعني كثير ما يكون عنيف واجد. نعم كفايه احنا في البيت عاد بعد يعني المعلمين يعني في المدارس حياتهم بتصير جحيم صراحه. الله يكون في العون يعني. شكرا لك يا عيسى. مدرس يقول لي واحد يقول اتمنى ما اكون مدرس يقول لك اتمنى اكون موظف. نعم. مدرس يا اخي يتحمل مسؤوليه كانه طبعا مسؤوليه كبيره يعني يسدك البيت بس عاد يروح المدرسه صح. قلنا الله يكون في العون لكن ترى لازم يعني شويه يتحمل نعم. وكذا لكن الحمد لله يعني تربي تربيه زينه والحمد شكرا لله. لك يا عيسى وحتى اولادنا صح. اليوم نعم يعني ان شاء الله يتربوا ويصيروا رجال مثل رجال اليوم ايضا. شكرا لك يا عيسى. تسلم عذرا بس لانه ما في وقت ابدا. تغريده من حمدان المعمري يقول بصراحه يسري. نعم هذه التغريدة لبرنامج آخر. شكرا لك يا حمدان. عموما شكرا لمتابعتك لجميع برامجنا في إذاعة سلطنة عمان.
شكرا لكل من تفاعل مع موضوع اليوم ومن شاركنا ومن تابعنا واستمع إلينا. أتمنى لكم يوم موفق بإذن الله، كل عام وأولادنا بألف خير. وشكرا لكل معلم يبذل كل ما لديه من جهد لي أبنائنا لتحسين مستوى أبنائنا. مع السلامة مستمعين، أذكركم بفريق العمل عايدة البلوشية، أنس المشيفري، مروان السعيدي، ومع السلامة.